شكرا. مساء النور. أود في البداية أن أشكركم على هذه الاستضافة، حيث نحتفل اليوم جميعا بالذكرى 75 لاعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والذي يعد في الحقيقة من المرجعيات الدولية الرئيسية الهامة اللي تستند إليها الدول في مجال العمل في حقوق الإنسان. في الحقيقة ونحن نحتفل بهذه الذكرى، فقد واصلت دولة الإمارات جهودها نحو تعزيز وتطوير منظومتها التشريعية والمؤسسية ومنظومة الخطط والبرامج والسياسات التي تساهم في تعزيز وحماية حقوق الإنسان. فاسمحوا لي أن استعرض بعض هذه التشريعات والسياسات، وكذلك على مستوى الآليات اللي شهدت تطوير وتحديث خلال الخمس سنوات الأخيرة. فقد أصدرت الدولة العديد من التشريعات الوطنية الهامة التي تساهم في تعزيز وحماية حقوق الإنسان. نذكر منها على سبيل المثال للحصر إصدار مراسيم بقوانين اتحادية بشأن الحماية من العنف الأسري، وكذلك قوانين حماية الشهود ومرسوم بقانون اتحادي بشأن مجهولي النسب والذي صدر مؤخرا، بالإضافة لإدخال تعديلات تشريعية هامة وواسعة شملت قوانين الأحوال الشخصية والمعاملات المدنية والإجراءات الجزائية وقانون العقوبات والشركات التجارية ومكافحة التمييز والكراهية. كما شهد العام 2022 عمليات تحديث وتطوير كبيرة هامة بشأن المنظومة التشريعية والتنظيمية المعنية بحقوق العمال، والتي تهدف إلى تعزيز حماية حقوق العمال ورفع كفاءتهم. في الحقيقة جاءت هذه التعديلات لمواكبة احتياجات ومتطلبات المرحلة الحالية، وبما يتوائم ويتماشى كذلك مع الإعلانات والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، والتي تعد دولة الإمارات طرف فيها وعلى رأسها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. سعادتك، نبغي نتكلم شوي عن أبرز الجهود الوطنية المبذولة في مجال تعزيز حقوق الإنسان باختصار. نعم باختصار، طبعا مؤخرا صدرت العديد من التشريعات، منها نذكر منها على صعيد المرأة، فاعتمد مجلس الوزراء استراتيجية التوازن بين الجنسين، كذلك إطلاق العديد من البرامج والسياسات، منها السياسات الوطنية للتحصينات والسياسات الوطنية للأسرة كذلك، وسياسة حماية الأسرة والسياسات الوطنية كذلك لكبار المواطنين. كذلك تم اعتماد وإطلاق خطط ومبادرات التعافي لمرحلة ما بعد كوفيد-19. كذلك وحاليا نعمل كذلك من في إطار اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على إعداد الخطة الوطنية لحقوق الإنسان لعام 2024. نعم سعادة سعيد الحبسي، مدير إدارة حقوق الإنسان في وزارة الخارجية والتعاون الدولي، شكرا لك على مداخلتك القيمة. شكرا.